ها 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 خلصت فقرة أبشرك. خلصت فقرة أبو كاتم. خير بدينا بدون تحيز. إيه والله نف بدون تحيز. صباحكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج بدون تحيز. البراين بعد ما تخلص بدون تحيز بيكملوا البراين. بيكملوا البراين. البراين بعد ما بتخلص. رجعنا. يا جماعة إذا اللي بيطلع أبو كاتم يصيح يخلصنا من بجالسين ننتظركم للصبح عشان تخلص الحلقة. طيب صباحكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من فقرة بدون تحيز. لا عشان سبق انت جالس تطيح عشان ننهي الحلقة عشان ننهي أبو كاتم الحلقة. طيب حبيبي أباظة بالله نبغى توندو مع المتسابقين. توندو مع جميع المتسابقين أبيهم في مكان واحد ولا عليكم أمر. الله يعطيكم العافية. حلو حلو المتسابقين ولا واحد موجود؟ حلو مرقبين. لا لا الجوال الجوال بسرعه بسرعه الجوال حل حق العقرب منه ملح صدق العقرب ضفنا احمد احمد ورا الخيمه احمد محمد عيسى بسرعه روح 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 عند الخيمه والشباب روح بسرعه قصوا اصواتنا علنا ايوه والان البرايم المشكله جالسين يتابعونا البرايم لا ما يتابعون ما يتابعون البرايم البرايم نتكلم عن البرايم فهمتوا الله يكون في العون لا تظلمون طيارات صدق لا شوي لا تظلمون حظهم بالله يا باظ برجع اتوقع ان اللقطه لا 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 لان مغشوشين اتوقع انها جرافيك تسجيل تسجيل جرافيك صوره فوتوشوب 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 نرجع مره نرجع الحين بيطلع عبد الله مره ثانيه غريبه القومي مو فيه طبعا لا تلعب والله القومي طيب القومي على الجوال حتى القومي طلع انتم فاهمينهم غلط يا شباب هم رايحين الخيمه هناك عند فقره نادر عند الديوان فقره الديوان داخلين على البث المباشر داخلين على البث المباشر يا هذا جوال خوينا قبل اسبوع ما رد مهندس اشتغل عليه هم داخلين كل ابوهم على فقره علي هم داخلين على البث عشان يزيدوا عدد مشاهدات الفقره الله يبيض وجيه يا اخوان بيض الله وجيههم بالله اللقطه تسيب والله يتكلم جد والله يبي فوتوشوب فوتوشوب صديقي فوتوشوب لازم تتابعون احسن ها احسن من والله العظيم تنتقد احد شوي لما متهدين معه فكنا منهم خلوهم اخلاق تجاريه لا يتحملون النقد ولا شيء لا 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 يا حياتي والله سحر بحر سحر بحر والله مقلب عشان تعلمون ان أباظة يستحق التكريم ساق على أباظة اي لا تصدقون كل واحد عبد الله قومي عبد الله عبد الله وين قاعد شوي تريح يا كلكم موجودين كلكم في يا جماعه في متسابقين مو موجودين اي تقريبا هذول 40% تقريبا احتاج كل المتسابقين وين خلص فضلا لا امرا احتاجهم اليوم بعد كذا كلكم بعد وينهم نادوا ربعكم يا شباب يا جماعه نادوا الشباب ممكن نادوا الخفيف شيكم شيكم خايفين يا شباب موجودين يا مصطفى فيصل برا فيصل برا دعه طيب شغلونا سبيكر في يا رجال المنتجع ممكن اللي في الخيمه يشوفنا يا جماعه اللي جالس على جواله يشوفنا من اليوتيوب نبيك في الشاشه قدامنا اشحن الجوال اشحن الجوال اشحن شوي اشحن الجوال طيب باور بانك لا تستعجل طيب فيما تجتمعون قولوا لنا دن تمام خلوا ضاري لان ضاري دائما ينادي أباظة فهو المسؤول عن يجلس في كرسي الكوفي روم يقول أباظة جيبوني يا ضاري ألو. طيب خلونا نرجع من جديد لكم وبشكل سريع البرايم كان من أصعب البرايمات اللي مر على البزنس اثنين وجهت لنا الاتهامات الباطلة وقيل لعلي الغامدي أنه هو الظالم المتجبر